بالله معلش اعيد يعني عشان ما ركزتك طب اعيد. سامحنا سامحنا سامحنا. تفضلي. رجل له اخت، ايوه زوج هذه الاخت قعيد، قعيد. لكن عنده قراض ارض. ايوه زراعة ولا ايه؟ نعم قراض ارض للزراعة ولا ولا هيبني عليه بيت لولاده؟ للزراعة، للزراعة. سواء عند يعني يعتبر اولاده يشتغل فيه لان الراجل قعيد، ايوه ويريد ان يزوج ابنته، يعني اخته بقى دي عايزه تزوج ابنها بنتها، فهل الاخ ياتي اخته اللي جوزها قعيد ده من زكاة المال؟ يجوز له ذلك طيب الاخت الثانيه ولا مثلا يؤمر. لكن اولادها مكفينها. بس خلينا نخلص من السؤال الأول يعني الآن، بس خلينا نخلص من السؤال الأول. طيب أخت أو امرأة زوجها قعيد نعم ليس لديه ما يكفيه من الدخل، ولكن له قيراط أرض نعم يزرع فيه أبناؤه، نعم هل يعطى من زكاة المال؟ نعم يعطى من زكاة المال. هل أخو زوجته يمكن أن يعطيه؟ نعم يمكن أن يعطيه، وقد قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم لسفينة، وصفوا بأنهم مساكين مع امتلاكهم لماذا؟ السفينة. لسفينة، ولا يؤمرون ببيعها. كلامي مفهوم؟ أحسن الله إليكم. وإليكم. أختي الأخت الثانية زوجها ميت وأولادها يدعون عليها مكفينها، لكن الأخ يعني هي عايزة برضه تجوز بنتها واحدة من البنات، هل يعطيها برضه من الزكاة؟ ولا هي ملزمة؟ إيه؟ أو ملزمة منه؟ بنت أخته ليست بملزمة منه. بنت والأخت الأخت ها؟ نفسها ملزمة منه؟ الأخت نفسها إذا كانت فقيرة تعطى لفقرها، لكن الكلام الآن على تجهيز البنت. على الاثنين فضلتش لا، ما تجهيز بنت أخته، بنت أختي ليست ملزمة منه، فإذا كانت فقيرة بنت أخته تعطى من الزكاة لفقرها. أخته هل هي ملزمة منه أو ما يفعله معها فضل؟ قولان لأهل العلم، قولان العلماء، فمن أهل العلم يقول ليس بملزم بها، لا تزوجت ومع صداقها الأول ولن تنفق من مالها، لكن يعني في إنفاق الرجل على أخته المطلقة وجوب ذلك عليه فيه خلاف بين العلماء. على كل إن إذا اخترنا أنها إذا كانت فقيرة يعطيها كما يعطي لأي فقيرة، لكن هل تحسب من الزكاة أم لا؟ أحوط الأحوط له ألا يحسبها، لكن إن حسبها له من يؤيده من أهل العلم. أحسن الله إليكم وإليكم وزادكم علما. وإياكم وإياكم.